السلام عليكم مجددا على قناة تعلم اللغة الفرنسية Apprendre la langue française. فضل سادة غادي نكون وصلنا للحلقة التاسعة من حلقات أو من سلسلة تصريف الفعل أو الكونجيغيزون. في الست حلقات الأولى تعرفنا على المبادئ ديال الكونجيغيزون، يعني ست الحلقات كانوا كافيين باش نعرفوا المبادئ ديال الكونجيغيزون واللي غادي يساعدونا بزاف في تصريف الفعل. في الدرسين السابقين بدينا تصريف الأفعال أو بالضبط فعلي être و avoir. لماذا بدينا avoir و être؟ لأنهم دي فيرب زوكسيليير، يعني أفعال مساعدة، وكينقصوا علينا الخدمة ديال 50% من تصريف الفعل. يعني إلا حفظنا avoir و être و تترجعوا تشوفوهم، يعني في درتهم في الحلقات السابعة والثامنة ديال الكونجيغيزو، كينقصوا علينا 50% ديال الخدمة. يعني الأفعال المركبة كاملين كيمشيو لنا بإتر أو أفواغ. على سبيل المثال باسي كومبوزي، يعني باسي كومبوزي ما غاديش نبقاو نحفظوه إلا حفظنا أفواغ أو إتر. في هاد الدرس هذا غادي نتكلمو كيما وعدتكم في الحلقة السابقة، أننا غادي نتكلمو على البريمي جروب اللي معروف بالترمينيزو ديال أو إر في الانفينيتيف. يعني أي فعل كينتهي بأو إر فهو كينتمي للمجموعة الأولى أو لا بريمي جروب. وهاد المجموعة كتشمل لنا ما يقارب 90% ديال الأفعال اللغة الفرنسية. يعني في هاد الفيديو غادي نتعرفو على الكونجيغيزو ديال ما يقارب 90% من الأفعال ديال اللغة الفرنسية اللي هما كينتميو للبريمي جروب اللي كينتهي بأو إر، يعني معروف بأو إر في لافان. Attention, le verbe aller, bien que se terminant par ER, est régulier et du troisième groupe. Lakin wahed mulahada, kin fi'l wahed min hada al-af'al kamlin li kintay b ER, li huwa le verbe aller. Ma kintamish le premier groupe, wa innama le troisième groupe. Huwa le wahed li kintay b ER, walakin kintamish le troisième groupe. Wa ma tabqa kamlin, ghadi ntarafou alayhom, ghadi ntarafou al conjugaison dialhom b'tariqa sahla fi hada al-video hada. يعني غادي ناخدو فعل واحد او نموذج واحد غادي نخدمو عليه اللي هو فيرب مارشي، يعني حتى هو كينتهي بأو إر، يعني بريمي جروب. غادي نشوفو لي تيغمينيزو ديالو في جميع لي طون وجميع لي مود، وانتوما يمكن لكم تبدلو الفيرب اي فيرب أو إر، يعني غادي نخدموه بنفس الطريقة. وغادي نشوفو داكشي بالتدرج في هاد الفيديو هذا، وغادي نبداو في تصريف لو فيرب مارشي في الانديكاتيف وبالضبط في لي طون سامبل. نشوفو البريزون ولا المضارع، كندير لو جو زائد الغاديكال مع او، تي زائد الغاديكال مع او اس. شنو هو الغاديكال؟ كما درنا في السابقة في الحلقة السابقة، يعني غاديكال هو الاصل ديال الفعل. يعني بحال مارشي غادي نحيدو او ار، داك مارش اللي بقات هذاك هو الغاديكال. او ار كنحيدوها هي باش كنبدلوها ب او اللي هي تيرمينيزو او لا ب او اس وما الى غير ذلك. وغادي نشوفو داكشي في المثال. ال او لا ال مع الغاديكال زائد او، نو مع الغاديكال زائد او ان اس، فو مع الغاديكال زائد او زد. ال او لا ال في الجمع كنزيدو مع الغاديكال او ان تي. على سبيل المثال كما قلنا في فيرب مارشي كنحيدو تيرمينيزو او ار اللي معروف بها البريمي جروب، وكنخليو غير داك مارش، وهي اللي كنزيدو عليها لي تيرمينيزو. لي تيرمينيزو هادو هما اللي خصنا نحفظو، هادو اللي باللون الاخضر باش نطبقو عليهم جميع لي فيرب ديال او ار. على سبيل المثال جو مارش، يعني الغاديكال اللي هو مارش زائد او، تي مارش الغاديكال اللي هو مارش زائد او اس. وكما قلنا يمكننا نطبقوهم على جميع الافعال. نقولوا جو مونج، مونجي تا هو فعل ديال البريمي جروب، نديرو جو مونج نحيدو له او ار، نديرو مونج مع او، تي مونج مع او اس، وما الى غير ذلك. ال ال مارش مع او، نو مارشون، فو مارشي، ال او ال مارش ب او ان تي. يعني هذا هو تيرمينيزو ديال البريزون دو لانديكاتيف، يعني في جميع الافعال اللي كينتهي ب او ار غادي نديرو لهم هاد التيرمينيزو هادي اللي بالخضرة. نشوفو لامبارفي،
النجو الراديكال AES تي الراديكال AES إل أو إل الراديكال AET نو الراديكال ENS فو الراديكال EEZ إل أو إل في الجمع الراديكال AENT يعني نحفظوا هذا الترمينيز والراديكال كيبقى انه هو داك مارش او لا مونج وما الى غير ذلك من الافعال اللي كتمثلنا قلنا 90% ديال الافعال اللغه الفرنسيه. مثال مع الفيغ مارشينيت جو مارشي كما كتلاحظوا الراديكال بقى انه هو مارش بدلنا غير الترمينيز اللي كانت في البريزون ماشي هي ديال لامبارفي اي اس تي مارشي ال او ال مارشي نو مارشيون فو مارشي ال ال مارشي نفوتو نشوفو الباسي سامبل و فيتير سامبل عندنا جو مع اي تي مع اس ال و ال مع ا نو مع ام او اس فو ات اي او اس ال و ال بالجمع و اكسون ار او ان تي نشوفو ليكزومبل جو مارشي تي مارشا il ou elle marche a nous marchons vous marchez il ou elle marche r كما كتلاحظوا التيرمينيزون تبدلت لنا عاوتاني في باسي سامبل وهذا الشيء اللي خصنا نحفظوا غير داك التيرمينيزون اللي باللون الاخضر نفوتو نشوفوا الفيتير سامبل جو او ار ا اي تي او ار ا اس il ou elle ERA, NO, ERONS, VO, EROZ, IL, OL, ERONT. On chauffe l'exemple. Je marcherai, tu marcheras, il ou elle marchera, nous marcherons, vous marcherez, il ou elle marcheront. Je vais dire le raïb. Qui m'a dit la chose que l'on a fait, on va terminer sur le chassin al-fdo, on va lire un peu ma jamais. الافعال ديال البريمير جروب نفوتو ونشوفو الازمنه المركبه اولا لي طون كومبوزي كما قلت لكم في واحد الدرس ديال لي طون بان الازمنه المركبه بلا ما كنحفظوها يعني لا باسي كومبوزي ولا اي حاجه الا كنا حافظين افوار و اتر يعني باسي كومبوزي ديال فيرب مارشي هنايا شنو هو افوار و اتر او بريزون زائد الغاديكال مع او اكسون اللي هي بارتيسيب باسي يعني كنديرو افوار او لا اتر في البريزون يعني الباسي كومبوزي كيمشي لنا مع البريزون او بليس كو بارفي مع لامبارفي او الباسي اونتيريور مع الباسي سامبل او فيتير اونتيريور مع الفيتير سامبل هنا الفيرب مارشي كيمشي لنا مع افوار يعني كاين افعال اللي كتمشي لنا مع افوار وكاين افعال اللي كتمشي لنا مع اتر هنا مارشي كيمشي لنا مع افوار لذلك في ليكزومبل عندنا جي مارشي تيا مارشي الى مارشي وما الى غير ذلك علاش هكا كما قلنا افوار في البريزون لي هو جي زائد البارتيسيباسي ديال مارشي والبارتيسيباسي ديال بروميي جروب كاملين كينتهيو باو اكسون يعني داكشي بشكل بسيط يعني جي ها هو افوار يعني حافظين غير افوار مع مارشي لي زدنا او اكسون في التالي هادي هي التيرمينيزو ديال بارتيسيب باسي بليس كو بارفي كذلك افوار او لا اتر فلام بارفي زائد بارتيسيب باسي نمشيو لافوار فلام بارفي شنو هو جافي جافي مارشي يعني داكشي ببساطة باسي اونتيريور هو افوار او لا اتر في الباسي سامبل زائد بارتيسيب باسي فيتير اونتيريو كذلك افوار او لا اتر فيتير سامبل زائد بارتيسيب باسي يعني الافعال المركبه ما كاينلاش نحفظوها الا كنا حافظين افوار او اتر نفوتو ونشوفو السبجونكتيف ديال الافعال ديال بريمي جروب نبداو بلي طون سامبل كذلك لاننا غير لي طون سامبل اللي خصنا نحفظو تيرمينيزو ديالهم اما لي طون كومبوزي غير افوار او اتر يعني كافيين نشوفو البريزون دو سيبجونكتيف كنديرو كو لي ضروري في سيبجونكتيف كنديرو كو في الاول كو جو
radical زائد E كوتي radical ES ومشيو بنفس الطريقة كيل أو لكيل radical E كونو radical EONS وكما قلت قس على ذلك بنفس الطريقة نشوفو الإكزامبل ديال الفيرب مارشي كو جو مارش يعني E عندنا تما في السبجونكتيف ضروري داك اللي باللون الأخضر هما اللي خصنا نحفظو ونطبقو عليهم فيرب أخر بنفس الطريقة كو جو مارش كو تي مارش كيل مارش كيل مارش كونو مارشيون كو فو مارشي كيل أو كيل مارش هذا هو السبجونكتيف بريزون ديال جميع الأفعال ديال برومي جروب يعني نقدروا نقولوا كوتي مونج ولا كوتي شونت يعني كيمشيو بنفس الطريقه نشوفوا لامبارفي ديال السبجونكتيف كو جو راديكال زائد اس ا دبل اس او تي راديكال ا دبل اس او اس وبنفس الطريقه تيرمينيزو ماشيه مع لي برونو بيرسونيل او مع الافعال نشوف الاكزامبل كو جو مارشاس كو تي مارشاس كيل او كيل مارشا كونو مارشاسيون كو فو مارشاسي كيل او كيل مارشاس يعني هكا غادي يمشيو جميع الافعال ديال برومي جروب كيما قلنا في السبجونكتيف في لامبارفي ديال السبجونكتيف نشوفو الافعال المركبه ديال السبجونكتيف سبجونكتيف باسي كما قلنا الافعال المركبه كاع ما كنحفظوهاش سبجونكتيف باسي نشوفو لو فيرب افوار او لا اتر في سبجونكتيف بريزون زائد بارتيسيپ باسي البليس كو بارفي ديال السبجونكتيف كذلك افوار او لا اتر في لام بارفي زائد بارتيسيپ باسي ديال الفيرب كونجيغي اللي هو مارشي او لا مونجي او لا وكاملين بارتيسيپ باسي كينتهي او اكسون يعني ببساطة غادي نشدو افوار في البريزون ديال السبجونكتيف وغادي نزيدو عليه بارتيسيپ باسي ديال لي هو مارشي بو اكسون و بليس كو بارفي كذلك عاودت مع لام بارفي نفوتو نشوفو الكونديسيونيل اللي هو المود الثالث نشوفو الازمنة ديالو ونبداو بالازمنة البسيطة البريزون جو الغاديكال او ار ا اس ا اس تي الغاديكال او ار ا اي اس ال او لا ال غاديكال او ار ا اي تي وقيس على ذلك يعني نمشي بنفس الطريقة وغادي نعقلو كما قلنا غير على تيرمينيزون لي باللون الاخضر ونطبقو عليها جميع لي فيرب اللي كيمثلو لنا 90% الافعال الفرنسية جميع لي فيرب ديال البريمي جروب اللي كينتهي ب او ار نشوفو ليكزومبل جو مارشوري تي مارشورا il ou elle marcherait, nous marcherions, vous marcheriez, il ou elle marcherait. Yani, هذا هو البريزون الكونديسيوني بريزون ديال جميع الافعال ديال البريمي جروب نشوفو الافعال المركبه ولا الازمنه المركبه ديال الكونديسيونيل الكونديسيونيل باسي في دو فورم كما كنعرفو بروميير فورم ودوزيام فورم بروميير فورم هي اللي كتخدم غالبا عاد شنو نديرو كما قلنا افوار او لا اتر او بريزون كونديسيون بريزون زائد البارتيسيپ باسي ديال الفيرب كونجيغي اللي هو كيبقى دائما مارشي او اكسون او لا مونجي او اكسون يعني بارتيسيپ باسي ما كيتبدلش ودوزيام فورم كونديسيون باسي دوزيام فورم يعني ما كتحتاجش بزاف وغادي نعرفوه بطريقه واحده حنايا بلا ما نحفظو حتى هو غنمشيو لبليس كو بارفي ديال السبجونكتيف وغادي نحيدو لو كو لان السبجونكتيف كتكون عندو كو غنمشيو لبليس كو بارفي ديال السبجونكتيف وغادي نحيدو لو كو غادي يبقى لنا غادي يبقى لنا تيرمينيزو اولا كونجيغيزو ديال الكونديسيوني باسي دوزيام فورم يعني بلا ما نحفظوها الا كنا حافظين بليس كو بارفي ديال السبجونكتيف نفوتو ونشوفو لامبيراتيف اللي هو المود الرابع واللي كيكون فيه غير ثلاثة ديال لي بيرسون دوزيام بيرسون دي سانجيلي او البروميير او دوزيام بيرسون دي بلوريال عندنا كينتهي ب او
dans la deuxième personne du singulier, aux premières personnes de pluriel qui s'appelle ONS, aux deuxième personne de pluriel qui s'appelle OZ. Alors ça veut dire là, marche, marchand, marché. Il y a des deux E, ONS, OZ. Il y a une affaire. Ou d'accord, pas chanter, c'est OEM. On peut le chanter, BE, chantant, ONS. شونتي او زيد يعني ملي كنحيدو او ار كيبقى لنا الراديكال كنزيدو معاه التيرمينيزون يعني في التصريف كتكون عندنا الراديكال والتيرمينيزون الراديكال هو اصل الفعل والتيرمينيزون هي داك اللي كنزيدو له في التالي هي اللي كتصرف هي اللي كتبدل الراديكال ما كيتبدلش نفوتو ونشوفو المود الخامس والاخير اللي هو لو بارتيسيب واللي كيكون فيه البارتيسيب بريزون والبارتيسيب باسي ولا اسم الفاعل واسم المفعول participe présent qui est un ant le radical زائد ant participe passé هو اللي شفناه في لي طون كومبوزي كاملين يعني كيتساهم او اكسون كيكون معروف على سبيل الامثله participe présent marchant passé participe passé marché بو اكسون يعني هذا هو اللي قلنا كنزيدو مع لوكسيليير avoir او لا être في لي طون كومبوزي او لا في الافعال المركبه وبهذا كنكونو وصلنا نهاية هذا الدرس بعد ما تعرفنا على الكونجيغيزو أو الطريقة باش نصرفو 90% ديال الأفعال اللغة الفرنسية اللي كيشملهم البريمي جروب اللي كينتعب اللي معروف بأو إر في لافان ديالو بحال مونجي شونتي مارشي على سبيل المثال اللي درنا وإتسيتيرا وباش تزيدو نرسخو القاعدة باش نضبطوها من الاحسن استعملوا شي دفتر كتبوا فيه القواعد وهاد لي تيرمينيزو اللي بالخضر وحاولوا تختاروا شي فيرب حتى هو كينتهي او ار وطبقوا عليه نفس لي تيرمينيزو في جميع الازمنه او لي طون وفي جميع لي مود وهادشي غادي يهنيكم 90% ديال الحفاظه ديال الكونجيغيزو وما تنساوش تشوفوا الفيديوهات ديال اترو افوار لانهم كينقصوا علينا 50% ديال الحفاظه ديال الافعال المركبه كما كتلاحظوا بحال باسي كومبوزي ما كاينلاش نحفظوه هو الافعال المركبه الاخرى وهذا بفضل افوار و اتر الا كنا حافظينهم وبهذا كنكون وصلنا نهايه الدرس ونهايه الفيديو وفي الفيديو القادم غادي نتكلموا على الدوزيام جروب اللي كينتهي ب اي ار وغادي نشوفوا نموذج واحد نخدموا عليه جميع الافعال ديال الدوزيام جروب اللي كينتهي ب اي ار بريمير جروب كينتهي ب او ار دوزيام جروب كينتهي ب اي ار غادي نتكلموا عليه بنفس الطريقه في الدرس القادم وما تنساوش تبارطاجيو هذا الدرس مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده واللي مازال ما اشترك يدير الاشتراك وتابع يدير المتابعه وفعل الجرس باش يوصلوا جديد الفيديوهات ومع السلامه